إذن ألف مبروك للزورة، هارد لك لنادي أربيل. ترتيب الدوري العراقي أصبح على الشكل التالي: القوة الجوية في الصدارة ب 41 نقطة، الزورة ثانيا من 36 نقطة، ثم الشرطة في المركز الثالث بنقطة أقل، النجف رابعا ب 31 نقطة، ثم نفط ميسان بنقطة أقل خامسا. وإليكم بقية الترتيب. أستاذ عبد العزيز، التحكيم في الدوري العراقي عليه أكثر من علامة استفهام، ضربة الجزاء بالنسبة لنادي أربيل هل كانت يعني صحيحة أم لا؟ وعلامة الاستفهام على التحكيم بس في العراق، أعتقد في الكرة الأرضية كلها، يعني في مصر، في المغرب، في إسبانيا، في بريطانيا، في جميع دول العالم، في الإمارات، في عمان، في الكويت. أتمنى أني ما نسيت أحد. التحكيم صار زي أشبه بكورونا، شامل وعام. لكن أنا أقول مبروك للزورة بضربة الجزاء. الله أعلم ليش ضربة جزاء، أنا ما أشوف فيها شيء، لكن الله أعلم، ما أقدر أقول شيء لأنه بعيد أنا طيب. عن يعني ما 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 أشوف احتكاك، لكن بس بقول لك شيء، أقول لك إنه الزورة فاز. أنا حرجع لك على الزورة. طيب. أنجن عندي كمان آسف. جدل تحكيمي، لا ما تحتاج آسف. للأسف أنت تامر أمر على راسي كمان. حالة الطرد هل كانت صحيحة أم لا بالنسبة لأركان النمير للاعب أركان؟ والله التحكيم اخيرا ظهرت فيه حاجات جديده، بقول لك اعتبارات، يعني في اعتبارات معينه الحكم لو هلا بنشوفها على الهواء كويس. من ضمن الاعتبارات دي اذا لاعب اعتدى من دون قصد، اذا كره ضربت، لكن في النهايه القرار على الحكم يعني. نعم. طب انا ارجع لك استاذ عبد العزيز، يعني خبره علاء عبد الزهره خدمت نادي الزوراء امام طموح نادي اربيل. أنا عشان كذا بكمل قبل ما تروحين للأستاذ فوزي، لأني عارف أنك تقرين اللي في قلبي. أنا كنت بقول كذا، أقول الزورة لا يخسر فيه لاعب خبرة بحجم علاء عبد الزهرة. لما يكون علاء عبد الزهرة موجود يستغل خبرته في ترجيح فريقه وفي ترجيح المنتخب. طيب قبل ما نختم الحلقة الأستاذ أحمد الشمراني يقول طيب. وين الابتسامة؟ وين راحت؟ يعني شو زعلان اليوم؟ لا بس أنا أشوفه كويس. لا ولا زعلان، لا الحمد لله أنا مبتسم، بس أبو محمد دائما يبي الابتسامة على مستوى أعلى لأنه دائما هو مبتسم. والحمد لله أنا دائما أقول لك إذا أنت موجودة يا لله هند، والواحد قدامك جالس ولا يبتسم تعتبر كارثة. كارثة زلزال أكثر من الزلزال اللي ضرب اليابان. شفت الزلزال اللي ضرب اليابان اليوم؟ أكثر منه لما أنا ما أبتسم. الله يبعد عنك الشيء. يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. تصبح على ألف خير، تصبح على ألف خير كابتن. الله يديك العافية.